جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة تبادل خلاله جلالة الملك المفدى والرئيس الفلسطيني التهاني والتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على البلدين الشقيقين بوافر اليمن والخير والبركات وخلال الاتصال اطمان جلاله الملك المفدى على صحه فخامه الرئيس الفلسطيني على اثر العارض الصحي الذي مر به فخامته متمنيا جلالته لفخامته موفور الصحه والعافيه